الأمهات في سن الخمسينات حلمهن زيارة البقاع المقدسة، تزويج أبنائهن ورؤية أحفادهن يحومون حولهن. السيدة لطيفة بوعزه دروغة أم من أمهات الجزائر في العقد الخامس من عمرها، حلمها الوحيد سكن يأويها وعائلتها. تعمته ورانا قاعدين فيها، تعدي 20 ماني فيها، دي 3 سنين ملي جات تعاوننا في السكنة وراني مغبونة بزاف مغبونة. وي أنا زعمك بلي أنا نجري على ولادي نخدم عليهم، ولدي يخدم تانيك في القهوة. عندي بنت ولد وانا ينقرع فيهم باش يعطوني، ما بغاوش يعطوني الخطر، دخلت عليهم قالوا لي ديري الطعن وما دار ما داروا لي والو. تقيم السيدة لطيفة في هذا المسكن الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية منذ 20 سنة مع عائلتها الصغيرة في وضع جد مزري وحالة كارثية. سقف منهار، حيطان متشققة، حتى الأرضية هي الأخرى في حالة يرثى لها. تصارع السيدة لطيفة المرض من جهة وقساوة الحياة من جهة أخرى، إذ أنها المعيل الوحيد لعائلتها. تناشد هذه العائلة كل من والي ولاية تلمسان وكذا الوزارة الوصية بأخذ ندائهم بعين الاعتبار.